أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، برنامج صباحنا اليوم في منطقة حسينية المعامل. هذه المنطقة اللي عانت ما عانت، تغيرت الأسماء فيها، سميت بالزهور، ولكن لا توجد فيها زهرة واحدة. هذه المدينة اللي عانت كثيرا من قضية الخدمات البائسة. هذه المدينة اللي ظهرت بنص شوارعها، لكن شوارعها ما زالت سنوات طويلة زرتها بشكل مستمر ولقيت هي نفسها، المعامل هي هي. هذه المنطقة اللي هي مدخل من مداخل بغداد تعاني الأمرين، عدم وجود خدمات وعدم وجود مسؤولين يتصدون للفشل في هذه المنطقة. صباح جديد وياكم أخويانا، ونشوف أهالي حسينية المعامل. اهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين، بدينا حوارنا ويا اهلنا وناسنا ويا اهالي حسينية المعامل. هذا السوق اللي خلفي هو سوق النصر. خلينا نشوف هذا المكان. السلام عليكم. صباح الخير عليك، تعالي اللي جاي اذا ممكن حتى الان ضايق العالم. هذا السوق شو اسمه؟ حي النصر. حي النصر. سوق حي النصر. شلون وضع اهالي المناطق هذه؟ والله اشوفها مو زين. اهالي المعامل مو زين. شلون؟ مو زين والله. شلون؟ حتى البلديه تركض وراهم خطين. شو وضع الفقراء؟ هسه السوق ما كماليه شيلوه. شيلوه؟ اي والله. ليش؟ والله ما اعرف. شنو وضع الناس هنا؟ كلنا بكيفه. وضع الناس الفقراء شلون هنا؟ لا مو زين والله. شلون؟ بس بعد كم يوم المخطيه راح يشيلوه. شنو اللي تتمناه انت اليوم كعراقي؟ والله اريده بخير العراق الله شاهد. خير. شنو الخير اللي تريده من العراق؟ خير، تعيينات، امان. مسؤولين شنو تقولهم؟ شغل لهم مسؤولين، كل من نايم على كرسي قاعد وساكت. لا يهم لا بيك ولا بي. الله يعينكم، شكرا جزيلا، حياك الله. تعال خلينا نسولف وياك، ايش قد عمرك؟ اني عمري 10. 10 سنوات تبيع علالي؟ ايه. ليش ما عندك بالبيت احد يشتغل؟ لا بس ابوي. ابوك يشتغل؟ ايه. ابوي ما يشتغل. ما يشتغل؟ ايه. زين انت ليش تشتغل؟ اشتغل بالسوق هنا. ليش تشتغل؟ بعلالي. ليش؟ هو بعلالي تشتغل. اها. يعني هو ابوك وامك يقولوا لك روح ولا انت تطلع؟ لا انا انت تطلع. على مود تساعد اهلك؟ ايه. شنو اللي تتمناه حبيبي؟ شو تتمنى؟ كل شيء ما تتمناه. كل شيء ما تتمناه؟ ليش؟ اتمنى يكون يسوي هاي شغل خير. هاي الله يعينك، شكرا جزيلا. حجينا الله يساعدك، خلينا نسولف وياك عمي. صباح الخير. صباح النور. عقاب شلون الصحة؟ الله يحفظك. شلون وضع الناس بهاي المناطق؟ والله وضع تعبان، خدمات ضعيفة كلش. وهذا وضعهم. ناس فقراء، شغل ماكو. شلون عايشة الفقراء؟ شلون عايشة؟ ربك معيشة، نحمد الله ونشكره. ونعم بالله. والله مساعدة من غير واحد ماكو. ماكو؟ اي والله. الشعور بوضع الناس في هاي المناطق، اكو شعور لولا؟ من يشعر بهم؟ لما نتصدى للمسؤولية ومن التزم من لزم الكرسي. عمي هاي احنا زمننا 2003 لحد الان، قبل ذاك النظام السابق يقول نظام ظالم. ها؟ الناس هذول البحثيين كفرة مسيطرين على الدولة. هسه جانا الأفضل من عندهم، ما نعرف ياهل المسؤول وياهل اللي ياخذ نهيج وياهل يريد نهيج إلا الله. شنو تفرق عندك أنت اليوم كمواطن تبديل حكومات ومسؤولين؟ شو يفرق عندك؟ والله نفس الشيء. هو الفقير يبقى فقير والغني يزيد غناه. وما مستفاد غير بس المنتمي للأحزاب. أما هذا الفقير بحال بحاله. شوف اليوم يعني تمشية الحال بالعراق بمشيئة قانون دولة لو أحزاب؟ لا والله غابة حكم القوي. كيف لك الله. إيه أنا موظف صار لي 23 سنة أخذ راتب أقل 600,000 زين، سحب السلفة على مدول دخلهم كليات وطار نص الراتب ونحمد الله ونشكره. الحمد لله وشكرا. إيه. الله يعينكم الناس. رحم الله. بس الله. انا بس عندي مناشده من المسؤولين بالحكومه الجديده، ان شاء الله دير بالها علينا. الكليات جاي تعبنا والله. الله يعينكم. بس انا عندي واحد يدرس جامعه دجله ادفع له 3 ملايين.
واحد يدرس بجامعة الإمام الكاظم، واحد عندي هسه من إعدادي أمير يروح كلية، يعني منين أجيب؟ الله يعينك. ماكو غير الله. الله يعينك. مبارك بك ووفقك. شكرا جزيلا حجي. السلام عليكم. شلون الصحة؟ يلا حياك. نكمل خلي ندخل نشوف الحجي فلوجة. حجينا صباح الخير عليك. حجي ما ليش؟ ما أحكي والله. إيش عندك ليش؟ كل شيء ما عندي. الحكي ما كريستوف ما حد يبغى يجي للحاكي مليت الاذاعات كلها حكيت بيها وكلها سمعتني ماكو نتيجه ما حد استجاب لك؟ ما حد استجاب لك السبب؟ لا سجل ماكو حكومه بها خير ماكو حكومه بها خير ماكو لا دوله وسياده لا دوله ولا سياده ولا كل شيء ولا علم كل شيء ماكو امريكان امريكان هم مسيطرين عليهم خليهم مسوينهم مثل الغنم ماكو لا تقول يعني ماكو اي اي لا وجود لا ماكو لا لا ماكو ماكو وجود وهم المسؤولين قاعد يطلعون من مناطقكم هنا عندكم مسؤولين دي يطلعون ما مسؤولين ولا هاي بس يقول هاي كل شيء بعد ما شفته رحت المسؤول وما ما لبالك ماكو وين شايف انا المسؤول عند البيت حتى اروح للمسؤول انت قاعد على البصره صار كم سنه؟ هاي صار لي من 2003 لحد الان ماكو اي احد اجى عنك ولا احد اجى ولا احد سال علي انا ولا هاي هاي بس خلاص تخلص مصلحتهم السلام عليكم اربع سنوات وانت مالنا ترى الجيبه وعافنا هاي الناس الفقراء ما يعني ما يقول لك انا لا يا ابي هاي يقول لك يا حال الشعب هاي سيد مقتدى هسه كلهم صاروا يريد الرجال يريد يقيس على الشعب وما يخليه حكي ما كرهت صار عمي الله يعني. إيه؟ الله كريم الله كريم السلام عليكم شلون الصحة الله يسلمك يا اخي احنا من المهجرين انا من محافظة نينوى مهجر راتبي التقاعدي 500 اجار وكهرباء وعلى طول نطالب هاي الشغلة للدولة الدولة يعني لافت النظر عنا احنا شريحة فقيرة والشيء الثاني احنا خلي عمرنا بيوتنا يا اخي زين بيوتنا واقعة على القاع وما عندنا الميت دينار أنا عندي مريض هسه على حد الآن ما معاجي للسبب السبب ما فلوس ما فلوس 500,000 استلمت قبل أسبوع بالقرآن الشريف 25,000 بالجيبي ليش ماكو رواتب جيدة ماكو من يساعدنا من يساعدنا خيراتنا وين هالعد إذا المواطن يقول ماكو خيرنا وين خيراتنا راحت لغيرنا يا أخي خيراتنا راحت لغيرنا يعني قولي الطحين بأربعين ألف الله بالقرآن هسا لازمني طحين أدور دير أريد أخذ قولي الطحين عندي 9 أطفال يا أخي تداين قولي الطحين والله والله العظيم والبارح استلمت راتب وعندي مريض لحد الآن أنا ما مودي للمستشفى عندي عائلتي مريضة وخروا الناس من الطريق يا أخي ما تقولي إيش نحكي شو نقول إيش نحكي دولة ما قاعد تلفت نظرة على الفقير هي ضد الفقير هاي الدولة الله يعينك ضد الفقير ليه هاي الدولة يعني ماكو دعم للشعب لاكو تعيينات لاكو شيء هاي الشباب ما تعيينات ماكو زين الناس شلون تعيش اذا ماكو لا عمل لا تعيين لا شغل شو تسوي على الله هاي راتب الرعاية يسوي بيها والمتقاعدين باقي على هالحالة والقضايا والله وحق ربك يعني من شهر 12 لحد الان طحين القضايا بعد ثلاث اشهر شنو اللي انت اليوم تطالبه كمواطن عراقي؟ شو الطالب؟ الطالب؟ يعني طالب تحسين الوضع العالم هاي الشباب يعني الوضع هذا شو يقيك باشر باشر يشكل حكومه ايش الحكومه؟ رد الفقير يعني رد الفقير جابوها يعني نغمه يعني الحكومه جت يعني نترحب للزمن الراح نترحب عليه يعني كانت حصة متوفرة 14 مادة هسه سوينا أربع مادات وما متوفرات أصلاً ما متوفرات تمام والله كريم الله يعين الناس بس هي الشريحة المهمة بالمجتمع هم الشباب وهسه أنا كشاب لا تعيينات هسه أنا إذا أتزوج منين أجيب من حاضر غايب 10 ب10 منين أجيب أنا لا أشتغل من الصبح لليل 10,000 يومتي وحق الله يعني إما أشتكي من متابعين من الصبح لليل 10,000 يوم أنا فلوج أنا أتابعكم حياك إن شاء الله شو أسوي المشتكى لله المشتكى لغير الله مذلة إن شاء الله الله لهم بالموصاد بحق الحسين إن شاء الله اللهم صل على شكرا جزيلا حياكم الله قبل ما نطب للسوق اريد نشوف ابو السماء الله يساعدك الله يساعدك قوة خير هذا بس كاريبي عندكم مو بس كاريبي والله عجب وين السمك مالك عمو وينك السمك والله منك غالي ها 100 دينار بالكيلو زين يعني من الصبح لي هسه بس هذا شغلي حتى الله ما يقبل
اخاف لاني ضامن على صفحه الحمر هناك. ماكو حمر والله، تعرف انت شنو هاي هسه يلا بايع لي سمكه من الصبح اللي هسه ماك الله وكيلك شغل ماك. الناس ما عندها فلوس؟ الناس ما عندها فلوس، كم منين تجيب فلوس الناس؟ هو الشغل كله توقف هسه، لا تكتيك لا عماله كلها توقف هاي. يعني احنا نجيب نبيع 100 دينار من الصبح لليل، الله وكيلك 10,000 ما يحصل من الصبح لليل، حتى الله ما يقبل، حكومتنا وين؟ صايره هاي؟ ليش مو عندنا حكومه مسؤوله؟ وين هالحكومه؟ هسه غير تجي الحكومه؟ زين ها؟ احنا ليش نذب اللوم على الحكومه؟ ايجارات مكانات كلهن ايجارات. شو تسوي لك الحكومه؟ ايش تريد تسوي؟ ايش تريد تسوي؟ ليش ايش تسوي؟ تعيينات، افتح بساط للناس، هسه هاي ماجرها انا بالصيف 500 كشهر، من يعطي 500 انا ابو البسطيل؟ عين 5.5 منك ب 5.25، على ربع دينار 100 دينار نبيع. صاعد السمك حتى صاعد من منك منك صاعد. الله وكيلك ماكو اي شغل دوم. شنو حلمك انت كشاب عراقي بعدك بدايه عمرك؟ حلم تعيين فلوس، يعني شو عندنا غير هذا الحلم؟ زواج استقرار، شو عندنا غيره؟ ايجار بيت. متزوج ولا لا؟ ما متزوج. كل شيء مال. تريد تتزوج؟ ليش ما نريد نتزوج؟ احنا اذا عندنا فلوس يو هاي عندنا بيت ها؟ ليش ما نتزوج؟ مو يو لا؟ صح. بس ماك كل شيء ماك الله وكيله. لاقي بنت الحلال بيت ايجار. ها؟ لاقي بنت حلال لو بعدين. خير مين والله بنت الحلال موجودات. يلا الله يسلمك. بس فلوس ماك. فلوس ماكو. اي فلوس ماكو، على الربع جاي يشتغل بالقوه يلا نطلع عيشته هنا الله وكيله. الله يرزقك يا رب. والله وايد. صحة وعافية إن شاء الله ومرزوق مرزوق. خلينا نكمل ويا بقية أهلنا وناسنا ونسولف، بس دخلونا شوية جوا. دخلونا جوا خلي ندخل ونشوف وضع الناس في هاي المناطق. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا منتسبين وزارة الدفاع، بكت الله الله بينا على وزير الدفاع. والله معكم نظام بديل، والغد 14 يوم. ودايما تعبانه خلي بس نوقف هنا بعد اذنك. اي 14 يعني موضوع البديل. اي والله موضوع البديل صار نهايه تقريبا من 3 من الانتخابات لحد الان، عندهم 17 يوم 18 يوم على الحدود. اي وزير الدفاع يقول لك انا يعني ما لا اسوي لك نظام بديل، انت جندي تشتغل. اشتغل بس اشتغل بشيء معقول، هم هسه الفضائيين وشو الفضائيين عندنا. عندنا بعد فضائيين بالعراق. يلا تخرج شنو موجود فضائي؟ على 750 على 500 على مليون. يبطل راتبه؟ يبطل راتبه، بس اكو عنده غير شغل، يعني انا ما عندي غير راتب ابقى بالدوام ادوم غصب عني. يعني الواجب انا منو ياخذ ال 750 والمليون؟ ضباط. ضباط. اي ضباط. امر فوج امر لواء قائد فرقه قائد فرقه ما مثل شيء صافي حتى الغاز البنزين هاي الاتهام هاي الحكي هذا يعني مسموع هواي بالعراق ومعروف لدى القوات الامنيه انه انطي مبلغ انا صار من 2016 دائما من مؤسسه اعرف الجيش فيه ما اعرف اللي ياخذ واعرف النزيه واعرف اللي ما ياخذ يعني تروح لك مثل ساحه الشاطئ قول لنا نزلوك يوم عندك فاتحه عندك عريس عندك مناسبه لكن هم لا حدث لا حدث هم يقولون على طول كارثه من المؤسسه العسكريه يصير بها هاي الشغلات اي والله هذا حتى يؤثر على الامن العراقي انت لازم هذا الحدود يعني لا يطقك 7 ساعات بالواجب انا لازم 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات بهالمبلغ براس يعني 9 ساعات بهالبرد يعني حصل لي عده طباخ والله الله يعين جنودنا والقوات الامنيه الله يعين مشكورين مبارك حياك الله 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 والله احنا حاضرين هذه الرساله موجهه لكل القيادات الامنيه هلا هلا بالمنتسبين والاخوان بالرجال الدفاع خلي يكون نظام البديل لانه عندنا عدد يعني موجود العدد متوفر حياكم الله السلام عليكم السلام ورحمه انا من ذوي الشهداء ومقدمه نقل على وزاره النفط ولحد الان موظفه جنابك موظفه انتبهي على الكاميرا كل ساعه موظفه بوزاره الصناعه والمعادن زين فلوجه ام اي وما النقل مالنا مقفينه بس السيد الكاظمي امر بنقلنا احنا ذوي الشهداء زين اي الطيعاز اللي يريد ينتقل نقل اي وزاره اي موظف ينقل اي وزاره زين بس وزاره النفط موقفه هذا الشيء ما تنقلنا ليش يقولون السبب ما اعرف والله رحنا صعدت للوزاره للطابق الثاني لقيت الكتب مالتنا مذبوبه بال تدري النقل من مين لوين من وزاره الصناعه للنفط للنفط اي تمام الله يعينكم الله يسلمك بلكي احد يسمع مناشده حاضر خلي يسمعون اسم الكريم ان شاء الله الاسم الكريم ما بدي اقول اسم يلا براك سلام عليكم ام هلا بك انا من ضوي الشهداء ابن الشهيد زين وابن الثاني مقدم من 2018 لحد الان وطلع الامر اداري ماله عم وخره منا حبيبي الامر اداري ماله طالع ولحد الان يروح يراجع ما حد يعني عينت جماعته وهم بقوا هو ويا جماعه ولحد هسه ماكو اي تعيين له
واحنا اخوه مذبوح وما حد يعني من 2007 لحد الان ابني مذبوح وهم كشبان التامين لا قاع لا شيء لا مثل ما كلام عليهم هاي الشهداء مالتنا. زين لعد ايش يتاجرون باسم الشهداء ويقولون ذوي الشهداء لهم اولويه؟ والله حرام من 2007 لحد الان والحسين ابو عبد الله كل شيء ماكو عدا الراتب خاف يسجل الحسين لا عليه. لا منحى لا قطعة اراضي لا قطعه اراضي هذا ابنه صار هسه صف الثاني وهو كل شيء ماكو ثاني متوسط ولحد هسه ماكو انا اريد هسه تعيين ابن هذا ما اريد خلف والله ذاك شيء فدوه راح للوطن بس هذا المسكين هذا عده للجهال تمام والامر من الدار ما له طالع ما حد يحيله ليش يعني بعتوا اسمه هم قولوا لا باعين اسمه قولوا لنا كان موجود اللي يسمع حسك وقاعد بطها الله يعين الناس الله يعين الناس بس احد يسمعك في جيتنا الله يعينك الله يعينك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بس طبقولي الستاند خلوه احادي بس خلوه احادي اي تشتغل حياك الله حجي حجينا شلونك يا الله يحفظك ويستر عليك شلون وضع الناس عمي والله ان شاء الله هنا وضع الناس زين عيشة مستقرة بس أكو إحنا عندنا بعد المعاناة شوي مثل ما تقول معاناتنا الشارع كرئيسي بيصدحام يصير والعالم تقضي خمسة أيام شتاء وبعد كم يوم أيام صيف الجو حار زين هاي هنا مختلف بس بسوق شوي عندنا السوق شارع السوق أما العالم زينة والمنطقة متعاونة كل أهلها زينة من نهاية بداية الشارع إلى نهاية الشارع يعني خير من الله يعني الله. يعني بس سؤال يعني هسه انت سويت لي اياها باريس حسينية المعامل يعني ما بيها مشكله؟ لا ما احنا بس لحد ما عندنا مشاكل حاليا ما عندك؟ لا ما عندنا مشاكل يعني ليش؟ ما عندك ما عندكم حاجه لشيء خدمات لان عندنا احنا شويه حاجه مال مشاكل مال مجالي وانحلت؟ وانحلت ما شاء الله ودي يشتغلون بيها وجزاهم الله خير المشرفين على المشروع وعلى مدير المشروع ابو علي وكل ولدنا نعمه والمشروع هسه على انجاز يكمل يعني ما خلوا وراء فشي ما كملوه فاحنا خاف تجي بعض الناس مثل ما تقول المغرضة الكذا تحكي عن المعامل او غير معامل المعامل نعمة باهلها بناسها من عشائرها من اشيوخها كلهم زينين كلهم زينين واسأل من الله الستر والامان عليكم الله يحفظكم آمين. قناة الفلوجة الطيبة اهلنا وناسنا حياكم الله من ما جيتوا واشكركم انا اشكرك جزيل شكر حياك الله يعني ان شاء الله تكون خير سنية المعامل يعني هذا اللي نتمناه انه الخدمات جيده في هذه المنطقه هذا اللي نتمناه نكمل حوارنا ومشوارنا ويا اهلنا وناسنا والحجه قاعد يسوي لنا نكمل دخولنا الداخل السوق هذا السوق الرئيسي هو حي النصر اللي الحركه بهذا الموقع هي أغلبية يعني نساء السلام عليكم صباح الخير شلون السوق وضع السوق الاقتصادي شلون تعبان والله ما بي حركة قوية لا يعني من يوزعن الرواتب يلا يصير حركة ماكو رواتب ماكو حركة يعني موضوع الشغل مرتبط بالراتب اي بالراتب الوضعية اكو يعني مرات يصير حركة العامل يا يشتغل نشتغل ماكو زين شو ليش الناس اليوم يعني تطلب هواي رواتب رعايه يعني هل واصله مرحله انه احنا فقراء عندنا اي نسبه قويه 75% فقر يعني برايك انت هاي النسبه شلون قاعد تعيش بهالغلاء والوضع والله على الله سبحانه وتعالى وياها وياها ونعم بالله شنو اليوم تتمناك اتمنى الخير لامه محمد امين من المسؤول شو تريد مسؤول سالفة طويلة ها لا اي والله يا ولا جيب له طالب مسؤول يعني مين. هو ايش يسوي المسؤول ايش يسوي المسؤول هم المسؤول هم وراء ارتباطات بالاحزاب ايش يسوي المسؤول اها احنا وياما نحكي ويا الدولة ويا الاحزاب بس والله ويا جل جلاله الحمد لله وشكرا على كل حال اي نادى الله سبحانه وتعالى ونعم المنادي شكرا جزيلا شكرا لله ان شاء الله ندخل داخل السوق ونريد نشوف السلام عليكم عمي شلون الصحه الله يسلمك شلون هالباوي زينين حلوين خير حياكم حياكم خلي ندخل بعد شويه صار حركه هنا ادخل لجوا ادخل لجوا سوق هذا سوق النصر من الاسواق الرئيسيه ل
حسينيه المعامل، سوق رئيسي للتبضع، الحركه يعني ما اعرف جيده مو جيده. السلام عليكم. شلون الصحه؟ هلا يوم. شلون هالمعامل؟ المعامل والله تعبانه حيل. اكيد هي خدمات مو تعبانه حيل. تعبانه خدمات؟ تعبانه. لا هو كيس طحين ب 50,000 هم يعطونا 150 بالشهر، شو اشتغل فيه؟ كيل السمك ب 6,000، دجاج ب 10، شو اشتغل؟ شنو الغلة؟ عندي كلام واحد وياك. اي بس ارجع لك بعدينك. من السياحي لحد الخار مستشفى معكو، وهذا مسبح ما سوينا مستشفى للناس هاي الفقرة. هذا المربع ما بيه مسبح؟ اي هذا سوى مستشفى اللي طيح مريض، ماكو مستشفى. وين تروحون؟ نروح لبغداد، نروح للثورة، مدينة الطيب. بس كلها بعيدة عليكم؟ كلها بعيدة، كما سوى هذا ما نخلينا. وهنا يعني الناس هواية، عددكم كله هواية، ليش ما يعني مستحقين مستشفى واثنين؟ صح لو لا؟ طبعا يعني عاصمة عزل من بغداد من الخار الحد العبيد، يعني هاي اللي يتمرض وحالته خطره يموت، يموت بالدار بالطريق يموت. اي بس مع الهموم الناس وتطلعون على الناس، الناس بخير نعمة، تبيع وتشتري وخير الناس الحمد لله. بس اهم شيء المستشفى. اللي تريد تجيب ما تلحق، اللي تريد مريض ما يلحق. ما ادري هي هاي اللي يا رصافة، هاي راجعة للرصافة. بس يا رصافة من عندهم ما ادري. هاي رسالة للسيد مدير صحة الرصافة، نتمنى يكون مسبح ذاك مو نتمنى يكون اكو يعني استغلال لهذا المكان تحويله مستشفى، لانه هذا المكان المربع اللي سامعه هوايه اللي صار عنده حاله خطره ينتقل للشيخ زايد. يعني تخيل انت من حسينية المعامل للشيخ زايد، يعني الناس يعني تأذن. حياك الله عمي. حاضر امي والله والله في امانه. ماكو فائده نحكي المنتج نحكي لو من الحجيه كم بالطين بالطين راكسين جهانا بالطين. هاي دروح شوف من قطر مو بلطوا لكم قاعد يقولون تبي لا بس هذا بشارع امانه. اشكر طريق السلام امي الله يحفظك. وين التبليط؟ ليش مو لك مبلطين؟ ايش بلطوا؟ تعال هاي احنا محله 774 لحد الان، حتى الحواسب بلطوا احنا ما بلطوا. يا محل ليش محله 774 774 ليش الباقوا فلوسها اخذوها يوميه باكر وهسه تطلع كل شيء ما تريد تفتي من المسؤول منو تجي المن يا هو سنت بالدوله تعرف من هو ما تعرف رجل محمد حافظ بغداد وين هو محافظ بس ادري هو اجى في يوم محافظ بغداد وتفقد له منطقه يلا خلي يطلع هسه اي واحد مسؤول اجى اليوم وقال هذا الشعب ايش بيه طيب نوابكم وين ما يجوا يا عمي النواب هذا بس بوقت شو اسمه بس الانتخابات شو تريد اسوي ليش اليوم انا امثل منطقه ومنطقتنا هاي وضعها اخي هاي وضعها اخي ماكو واحد مسؤول مراقب يعني انت اكو واحد راقب العالم مو جو قالوا تعال يقول من امن شو اسمه العقاب ساء الادب اذا هو ماكو عقوب ماكو دوله احنا نريد دوله حاسمه نريد واحد يجي يقول تعال عم انت ايش قاعد تسوي هسه اخذت هاي السنه واربع سنين انت سويت الشعب سويت المنطقة هاي المناطق مالتها بس الفقر والجوع والضيم والحرمان وكل شيء مستفادين خلي يسوون شيء يسوونه للشعب خاطر نقول والله هذا المن هذا المسبح يلا يا تسبح بي امي اختي يا تسبح بي يلا هات من يسبح بي الناس هاي الفقر اي والله سوولنا بي مستشفى ولاده سوولنا بي للسرطان سوولنا بي شغله بيها تفيد الشعب ماكو شيء يفيد الشعب عمي ماكو شيء يفيد الشعب احنا نريد شيء يفيد الشعب خاطر نقول والله ايه صح سوونا هاي الشغله تحويل المسبح الى مستشفى صح لو لا شنو سوونا يلا تقعد انت يجي يقول تعال سوالي شارع سوالي بي شغله فيها خير سوالي بيها مصنع سوالي بيها شغل هاي العالم بالبطاله هاي الشباب الضاله ليش ماكو شغله صح عمي روح هاي سليمانيه هاي سليمانيه انا عندي مريض رحت لسليمانيه ليله واحده بمليون ليله واحده بمليون مسوي لهم مستشفى الله شاهد ورسوله ليله واحده بمليون كنت تسوي لنا اسوي لنا مستشفى احسن عندنا هم ادرس يمان احسن من عندنا لا ماكو بشر عراقيين ليش قاعد مسوي المستشفى مدينه الفاروق تروح مسؤوليهم عندهم شعور احنا مالتنا ما احنا الله امك وابوك حياك الله هذا الحكي صحيح انا اشكرك جزيلا يا بشكرتهم ودوخنا ولا هو هذا احنا هذا حكينا هواء في شبكه ليش؟ اي ماكو فائده ماكو واحد يحس ما حد والقرآن لو تنادي من البحر عممت أبد؟ أبد ما تقول لي تمام أي ما سألونا حتاث هيك هسه تلفز آية أنتم مصورينها شنو فائدة؟ أكو فائدة؟ ما سوولنا فائدة والله العظيم هيك هذا
والله احنا واجبنا الانسان. اي هاي بلا عيب من الطق وماكو فايده. اي ما حد يا مسعود من شارع البحيره. تعالي جاي ست. شكرا جزيلا عمي، حياك الله. صوروني لا صوروني من شارع البحيره هاي. ها الحد العماري هاي كلها طين، يعني جارنا تطلع بالطين ومجاري سوينا بفلوس كل واحد 600 بالدين. واحنا ناس انتم طيتوا فلوس المجاري؟ اي وشنو سقف مالنا هاي امه في الكويت مثل هذا. حياك الله امي طريق السلام. عدوا وليد انا وحيد. أي. يشتغل حمال بجميله. زين. يجيب 5000 ويجي، نعمه من الله الحمد لله والشكر، مشيته ووجهه على كافه. زين. انا كل ما اسوي له ورقه رعايه ما. ماكو ليش ماكو من دون العالم؟ قطعه. شو يقولوا لك على الرعايه؟ اروح عند كل من يقول له هذا اللي يقول لي اعطيني 300 وانا اطلع له، هذا انا لو عندي 300 ليش اسوي له ابن رعايه؟ هاي وين بيا مكان يطلبون؟ هذا اليم الكاظم، الرعايه اليم الكاظم. رعايه مال كاظمين. اي اي. كل ما نمشي قال اعطيني 500 ودي الدكتور. شنو ودي الدكتور؟ قلت له خلاني ابني، قلت لك ما عنده عاطل من العمليه مش يشتغل. لا هو عاطل لو معاق لو شنو لو بس عاطل عن لا هو عنده نظره قليل. اي يعني وظهره ما يتحمل من يشتغل خاله ما يقدر. وديتيه لجان طبيه؟ راح لجان طبيه لو ما اي وديته. قال اعطوه نسبه. وديته من وديته قال خاله حتى شغلنا تخلينا يشتغل هذا خلينا نسبه نسبه. ايش قال؟ ما اعطوه نسبه. اكذب عليك يا ايمان؟ ما اعطوه والله. اخذت الدكتور. من يراجع؟ من يراجع بيكم؟ انت لو هو يراجع؟ الدكتور هو يراجع لل انا ويا روح العائله الاجتماعيه لو اذا بيته ورقه لا هاي مال القطع الاراضي. اولاد عمه طلعت وابنه ماكو، ليش عداوه؟ احنا خلاص ذبون ورقه ابني. بس فهمني ما طلعوا غير المنحه على وكيلك 100000 والله كفيلك الحسين. توجهي الى وهذا ابو عبد الله علي ما طلعوا توجهي وزاره العمل. زين بلكي بلكي يصير لك حل يعني المفروض يساعدوك يعني. يا هاي خاله وزاره العمل وشارع فلسطين ما مشيت لهذي كان وانا روحي شارع فلسطين قرب تقاطع الموارد. بس انا اريد منك توصل صوت لها الحكومه هاي. حاضرين. ان الله يشفع لها الحكومه ويشفع لنا ويا ان شاء الله. ما انا برقبتك مصطفى سعد نعمه فرحان حياك الله عده للجهار كفيلك الله مريض ومن يشتغل حمالي ويجيني خاله يقوم يبول دم ما يقدر يقوم. الله يعينك. كفيلك الله وعيون النظر قليل. والله الناس النظر قليل. كفيلك الله وتلجهال بنيه عده مدرسه ما سجلتهم امانك الله ابد مدرسه ما سجلتهم. اللي ما عنده فلوس شلون يعيش؟ مين اوديهم من المدرسه؟ يردون يلبسون يردون يصرفون يردون مين اجيب لهم منين؟ انا مريضه حقك والله يا ام. وهاي عمليه مسويه كفيلك العباس قوه العالم ترحمت وسوت لي العمليه. كفيلك الله صحة وعافية. زين رحم الله والديك ومشكور يا يمه. وريدك توصل صوتنا لهالحكومة هاي بلكن الله. أمر أمر بلكن الله يهديهم ويطونه. حياك الله. والله العظيم هل وحيد هذا بعد. شكرا جزيلا يا يمه. حياك الله. هذا وضع الناس، هذا وضع الفقراء بهاي المناطق. وصلنا إلى التوقف الأول إلى الفاصل من حي النصر، سوق حي النصر من حسينية المعامل وقويا. اهلا وسهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين في سوق حي النصر. هذا الكلام كلام المواطن يتحدث عن اهم شيء يحتاجه. نسبه الفقراء بهذه المناطق كبيره جدا. الرعايه الاجتماعيه لابد ان يكون لها دور بهذه المناطق الفقيره. لابد ان يكون اكو مكاتب للرعايه الاجتماعيه في مناطق ذات كثافه سكانيه، مدينه الصدر، حسينيه المعامل، مناطق كثيره، ابو غريب، مناطق كثيره يراد لها مكاتب للرعايه الاجتماعيه، تشعر بالفقير بهذه المناطق. مسؤوليتكم الشعور بالفقير، الفلوس موجوده عند الدوله، خلوها اعطوها للفقير، ليش يعني خليها بجيبكم؟ خلينا نبدي حوارنا ونكمله. السلام عليكم. شلون الصحه؟ خلي نفوت يمك. اهلا وسهلا. شلون صحتكم؟ كل الهلا بيك. شلون شغلكم؟ والله حاليا هو الوضع المادي تعبان. زين. بصوره عامه يعني. السواق كلها. وضعيه تعبانه. والدخل يعني الموظف عايش على راتب. انت يفترض تبيع شغله رخيصه حاليا. نعم. الخس، بيش هو الخس هسه الواحد يبيع؟ كيلوين 1000 وربع، 3000 ريال. كيلوين 1000 وربع. ايه. يعني تشوف الناس يعني وصلت مرحله انه هاي هذا المبلغ البسيط ما قدرت توفره. اي ما تقدر توفره. معقوله؟ اي 1000 وربع 2000 ما عندك. اي ما تقدر. لان دخل محدود عندها العالم. معناه احنا واصلين لمرحله يعني تحت خط الفقر بهواي يعني. بهواي. نسبه عاليه. صحيح. هواي يعني هواي يعني. وضع تعبان. شلون عايش قاعد الناس الناس اللي ما عندها فلوس شلون تعيش؟ والله مأساة يعيشون بمأساة تعبانين. الغني حاسب الفقير؟ لا مع الأسف
مع الاسف. رغم هو هذا جاي يعني جاي نحسه هنا، انا ما الغنم ما جاي حسب الفقير نهائيا. رغم طيبه قلب الفقير، رغم طب. كرم الفقير على فقره هو كريم، بس الحمد لله شكر الفقير لحد هسه عاش بكرامه. بالضبط الحمد لله وشكرا. يملك كرامه ويملك عزه نفس، عزه نفس عاليه. ايه الحمد لله. شنو اللي تتمناه اليوم كشاب عراقي؟ تريده شو تريد؟ انا اريد، انا حالي حال كل مواطن عراقي يعني هاي الامن والامان، بس مع الاسف هاي ابسط حقوقنا جاي نتمناها. نتمناها والله صحيح، اللي هي المفروض واجب على الدوله ان توفر لي اياها، ومع الاسف ما جاي يوفرون. توفر لي ما جاي يوفرون. الله يعين الناس. شكرا جزيلا وربي يرزقك ان شاء الله. خلي نتجول ويا اهلنا وناس بهاي المناطق ونشوف حجيتنا. حجي الله يساعدك ويشوف مصباح الخير. تعالي وقفين انا الله يحفظك. شلون الشباب؟ الله يهديك الله يسلمك يعطيك العافيه. والله اموري تعبانه، عندي بنيه مريضه وزلمتي توفى الله يرحمه، ورويت بقطعوك وطارت عليه وما يعطوني اياه. راتب رعاية اجتماعية؟ لا راتب يعني راتب مال موظف. شنو راتب موظف؟ ما بدافهم. موظف يعني بالصحة هو. ايه ياخذ راتب ولا لا؟ ياخذ راتب وطونية ونبقط عاون عندي. هو شنو هو؟ انت مستفيدة؟ اي مستفيدة. مال زوجك؟ اي مستفيدة. زوجك كان بالصحة؟ اي. زين هسه انت تستلمين ايش قد راتب؟ 400؟ لا والله 175. رعاية لو راتب تقاعد؟ راتب تقاعد. ماكو راتب تقاعد 150؟ ماكو 175. 175 انا بنتي مريضة يعني نفسية. زين شنو قطعوها عليك؟ اي قطعوها هسه. ليش قالوا لك؟ مو هذا قالوا لي ما مسجل متوفي. ممس شنو؟ ما منزلين التوفي مالته. زين شري مني عندك تليفون؟ لا مباير. لا والله ما عندي مشكلة. شلون اعطيك الرقم؟ ما عندك صديق ورقة وقلم؟ هسه حكتب لك الرقم. ايه؟ خابريني ورا البرنامج حتى نخابر الرعاية الاجتماعية والتقاعد، عفوا التقاعد. ايوه اتصل بالتقاعد ونشوف شيء. ايه والله بس انتظريني هنا وضح، سجل الرقم للحجية طي ياخذ. ما عندي لا راتب، ايش ما عندي. اي وابونا هم يشتغل بعد امك. شو تريدين امر؟ شو تريدين؟ انا اريد راتب بعد امك. رعاية؟ مريضة. اي والله رعاية. منو عندك بالبيت يشتغل؟ بس هو ابونا ما يشتغل. بس ابوهم؟ اي والله. إيه ماكو حتى كل شيء ما عنده والله بس رحمة الله. رحتي للرعاية؟ ما ما عنده لا. روحي يا أمه بال بس والله حتى كرمه ما عنده صدق والله. روحي بشارع فلسطين وشوفي. ما عندي لا كرمه ولا علي بالضيف. لازم تروحين يعني هيك أقدر أساعدك. لازم تروحين وتشوفين وضعهم. يعني اعطيني رقم خابر ليها خابر. عندك تليفون؟ لا ما عندي كل شيء. هسه دبقي هنا واخذ تليفون وشوف. السلام عليكم عمو. هلا يا هلا. عمو نبينا راتب رعايه من 2016 وما طالع لنا. ما طلع لكم؟ ابد. نروح كل جمعه ما يطلع لنا. ليش؟ يوميا نروح ما والله. انت منو جاي وياك؟ عمتي. عمتك. زين شنو اللي عندكم انتم بالبيت؟ منو يشتغل؟ اخوي. وين تمام وضح بس الرقم للحجية. تعال من هنا الرقم. منو اللي عندك؟ اخوي يشتغل عنده ستوته بالياب ورق قلم. اخوي عنده ستوته يشتغل. اخوك وبعد من يشتغل عندك؟ ما بس اخوي. كم واحد بالبيت انتم؟ احنا سبعة. سبعة. هل بنوته وياك؟ ايه. شو صار منك؟ بيت عمتي. بيت عمتك. روحي جيبي تليفون 13 رقمي خابروني على مدينتكم. ما جايبين ويانا التليفون. ما جايبين اي موبايل؟ ايه. تعالي روحي ولد ذاك لابس كمامه. ايه. على مدينتي شو رقم مالك؟ وينه؟ خابروني العصريه. نستمر ويا اهلنا وناسنا ونتحاور وياهم. الرعايه الاجتماعيه مطلب رئيسي بهذه المناطق. من نقول اكو نسبه فقر عاليه معناها كلامنا دقيق جدا. الفقراء بهاي المناطق اللي يطالبون رعاية وضعهم سيء جدا، وضع الخدمات سيء جدا. يحتاج أن يكون أكو إدراك لوضع الناس بهاي المناطق. حتى يعني اللي شاهد قدامي الأطفال اللي يبيعون الأكياس معناها أنه تركوا الدراسة ورجعوا لهذا المكان للسوق. فبالتالي هذا وضع الناس الفقراء بهذا الموقع. إحنا اللي علينا كواجب اللي ما عندنا نطير رقمنا نوصل صوت للمسؤول. هذا واجبنا نوصل صوت للمسؤول. إحنا وساطة خير بين المواطن والسيد المسؤول. ندزل السيد المسؤول وعندنا تواصل مع أغلب الوزارات إذا مو كلها حتى ننقل صوت المواطن بأمانة.
نشكر الست رقية مسؤولة أو موظفة إعلام السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، جدا إنسانة متعاونة ومشكورة، أرسلنا لها حالات واستجابت، لكن دا نثقل على هذه الإنسانة اللي خدمة الناس، لكن هذا اللي علينا لازم نزلكم إياها، فتحملونا لأنه إحنا يعني محملين أمانة قدامكم، لازم نوصلكم إياها. ندخل داخل السوق ونشوف بعد وضع الناس بهاي المناطق، أكثر شيء يحتاج المواطن شنو بهاي المنطقة؟ السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ شلون وضعكم؟ تعالي جاي إذا أمكن. شلون وضع الناس بهاي المناطق؟ لا الحمد لله والله. زينة؟ والله عايشة شوية، ولو الوضع هسه أزمة الدولار هذه أثرت علينا هواي، يعني عوائل فقيرة وتعبانة عايشة على الوقود اليومي، جاي حتى اليوميات ما تكفي، لا شغل لا عمل، كهرباء منطفية، يعني الوضع تعبانة. بالنسبة لوضع الدولار كلش يعني الظاهر شكله زين. إيش أثر الدولار على الفقير؟ يعني أثر من بطل زيت من 1000 دينار إلى 3000 دينار. زين. يعني تروح لأي حاجة عاتي وقال لك والله الدولار، البقوليات، المسوات كلها يعني صعد، كل شيء عندكم كل شيء صعد. وأذانا بالنسبة لا رواتب لا هاي، والفقير يعني عايش على اليومي وتعرف الأوضاع، لا فرص عمل لا شغل ما أدري. زين. أنت تشتغل ولا لا؟ والله كاسب يعني حسب عمالي هيك يوميات، يومك ويوم ماك. من يوم ماك وش تسوي؟ شو تسوي؟ تقعد يعني تحاول تعصر بيها تعصر مثل ما تقول، تدبر امورك، تجي للسوق هنا تلقى يعني كل شيء صاعد، كل شيء بصعود يعني يوم عن يوم. شنو رسالتك للمسؤول الجديد بالدوله؟ والله ما شفنا منهم شيء جديد الصراحه يعني. شو تقول له؟ شو توصي؟ خلي باوع للفقير، باوع يعني الى وين، الى متى يوصلون يعني، وين يردون يوصلون؟ يعني جاي الفقير يوميا 10000 ما تدخل، زين متى يفكرون بهالفقير؟ لا كهرباء لا ما مي، الارو جاي نشتري مشتر كهرباء سحب مي شرب مي شرب جاي نشتري مشترى، سحب جاي نشتري مشترى، تكرم النفايات جاي نتبرع بها ونجيب كابسات على حسابنا ونشيلها. اذا هاي كلها مسويها الدوله شو مسوي الان؟ يعني لا مي لا كهرباء لا تبليغ لا فرص عمل لا مدارس لا مستشفيات، يعني كل الاحوال يعني تحت الصفر. جيد. يعني ايش تنتظر بعد ازمنا الحكومه؟ انتظرنا 18 سنة يعني يوم عن يوم 18 سنة جاي يوميا ننتظر ننتخب نبدل مسؤول من مسؤول، يجيبوه يطلع عنده فساد والله انعزل، لا جاي نشوف علي عقوبة، لا جاي نشوف علي مجلس تحقيق، لا أظهر الجرائم اللي جاي يرتكبها بحق الفقير، وهذا أسلاب يعني قلت لك دمار يعني ما لا دولة ولا أحد. جيد حياك الله. أيوة. شكرا جزيلا لك. ممنون. يعني انا اركز على هاي الشريحه الاطفال، واع وضعهم، هذا وضع ميسر وانتم تتحملون مسؤوليه هذا الوضع. خلي نسولف ويا فجاجه بهاي المناطق، يعني بدنا نشوف وضعهم. السلام عليكم. شلون الصحه؟ عبد الله. شلون حسينيه المعامل؟ والله يعني زينه زينه زينه. شنو يحتاجها ابن هذه المنطقه؟ يعني خدمات ما اقدر. اي بعد يعني هي بس خدمات. اي الوضع المعيشي زين يعني جيبه مليان؟ والله الوضع المعيشي هو كل من اكو يعني زينه واموره واكو مو. الاغلب هاي المناطق شنو؟ تعبانه. اكو اليوم عندكم ازم لي المايك. مسؤولين اليوم بالدوله حاسين هاي المناطق يندلوها اصلا يعني؟ اصلا احنا ما شايفين مسؤول هنا. مسؤول ولا واحد شايفينه هنا. ليش؟ ما شايفينه مسؤول. هاي بس بالانتخابات نشوفهم بعد ما حد شافهم. زين من تنتخبه ما وراء الانتخابات المفروض يجي؟ والله شفناه بس انتخابات انتخبناه بعد ما شفنا شكله اصلا. وما نعرفه بعد. رسالتك للمسؤول اللي انتخبته شو تقول له؟ يا ابو خدماتك انا بس هاي اقول. انتخبناه كل من لا بس اريد افتهمه. دخلنا تقعد بس ورا الكرسي تاخذ راتب بس افتهمك شو كل شيء خدمات ما عندنا ابد معدومه. جاي شوف الشارع وشوف الشوارع حي النصر ادخل لها جوا شوف. انا واحد من اهالي المنطقه قال لي وضعنا كل الزين يعني
وين الوضع الزين؟ هسه انت طبيت للسوق وشوف السوق. وهي مو قلت لك اكو اكو هو كل ما يجوز يحكي عن وضعه هو. لا احنا لا احكي لك عن انا احكي عن وضع عام قلت الوضع العام احنا هسه جاي نحكي لك اياه انت مو وضعك شوفها عندك سياره وشوفها العام وشوف الوضع مالها تعبان كثير يعني خدماتها صفر. نتمنى والله يهتمون بكم حياكم الله شكرا جزيلا يلا ممنونين. خلي ندخل جوا خلي ندخل يم الحج يعطيني مجال استاذ زيد. تعبناكم اليوم هو مصورين شيل انا قلبكم انا خصك حبيبي حجينا. السلام عليكم عمي صباح الخير اهلا شلون صباحكم بهاي المناطق اسمح لنا نقعد خلي قاعد الله يحفظك. شلون وضعكم عمي؟ انا اسف ما راح اتحدث وياك. ليش؟ حاتبك لين استوني جيت تعبان. اي صحه وعافيه وشغيله ولازم اوفيك بالكلام. اي يعني ما بيك حيل تسولف وياي؟ لا مو مال حيل بالعكس انت تشرف الله يعزك تشرف بس الطاقه اللي اريد احكيها ما موجوده هسه وانت تفهمها يعني اتمنى لك ها فاهمك يعني اذا تسولف يجوز تنزل عليهم حضره لا لا استغفر الله جدا بس سوالف خلينا ماشيين قبيزتنا يا بعض لا صعبه خطره واحد يحكي عليهم؟ لا مو صعبه او خطره هسه احنا انت قلت لي خصصت لي بنتي ياها اللي يحكي عليهم هم الاشخاص اللي تحكي عليهم من هو هسه انا وانت نعرفهم من هو هذا راح يبدا السؤال من عندك وراح اكون الاجابه من عندي زين هسه من اقول لك عوفهم هم ياهم اهل السوق اهل السياسه ياهم هو من الباقي البلد اهل السوق؟ لا يعني مو؟ قابل اهل السوق يبقون بلد؟ السوق هذا مصدر نقمة خبز للناس مصدر الفقراء ناس فقراء لعد اللي باق مالاتنا وينو حجينا؟ الباق مالاتنا يا بعد خالك مو اليوم الباق نحن مو اليوم البوق قديمة ايه البوق قديم هذا هسه لو نجي بنهدى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم اشقد مصائب بمصائب فلا وصلنا للمرحلة هاي اللي هي أعمارنا حياتنا بدنا الناس اللي هي على أساس تخدم البلد طلعت هي باقة البلد هي تخرب البلد حياك الله عمي صحة وعافية إن شاء الله خلي نكمل طبعاً أكو شغلة أنا أحبها هنا موجودة عند هاي الله يساعد أخوي هاي شو يسموها؟ فراسة هاي الفراسة بالطبق تشين يعني هسه يكون مال معون فراسل ويا تشريب على البلد. حتى شو تقول غديكم عند بالبيت؟ ها عمي. اعرضكم بالخدمه. يعزك. داحتك وغداكم منا انا اخذه. بيوتكم عامره. الله يحفظك. انتوا اهل الكرم حجينا. انتوا اهل الكرم بعد. تعال خلينا نشوف هذا السمك الصغير مالتك. شلونك؟ انا ابيك عينه مفتوحه. شلونك؟ شلون هذا السمك؟ هذا خشنا عماره هنا عندنا بثمانيه هنا باربعه. شنو هذا كيلو ثمانيه؟ اي والله صاعد سوي صاعد لا. والله هاي شو يسموه هذا؟ كله مال الصيد هذا شو يسموه؟ هذا خشن مال عمارة مال عمارة؟ ايه هذا خشن هذا بال طحين؟ اي والله طحين شو بيه الطحين؟ ماكو طحين كيلو بألف دينار وما عندنا امورنا تعبانه طحين كيلو بألف؟ سلمنا من شهرين هذا ارخص شيء عندنا الطحين احنا والله العظيم بعد صار ايش قد ما مستلمه طحين؟ ما مستلمين من شهر 11 استلمنا بعد ما استلمتي؟ ما مستلمين طحين؟ اي والله باقي المال كل شيء ما نريد عم كل شيء ما مستلمين نريد هسه بس الطحينه من كل شيء ما نريد طلبونا بعد والله وصلنا مرحله يقول بس الطحين ساعد كل واحد 5000 وقضى 5 كيلو ولا 5 ايوه حق الزهره جيد سولف لنا بعد هذا عندنا بوتش بوتش هذا عندنا بوتش بوتش هذا الدلعه اسمها شنو يعني؟ لا عباقي هذا الدلعه هنا باقي يحكي على صاحبي هذا بوتش بوتش هذا عندنا هنا عجيب اعرفك بوتش بوتش زين هذا بوتش بوتش هذا شو مسميه؟ هذا خشني مال عماره خشني هذا خشني ناعم هو نفسه مال عماره هذا بني مال عماره هذا قديم هذا يا هو ذاك البني؟ هذا ذاك شنو قطان؟ هذا قطان عجيب بيش هاي القطان؟ هاي القطان بسته سته والبني؟ البني هذا عندنا بثمانيه ذاك بسته البني بثمانيه ايش دعوه بثمانيه هوايه؟ هو هذا غالي لا والله صاحبك يقول كذا ب 10 بيعة بيش بيعة تعال قال يبيع ب 10 هو جاي السوق اللي هذا يشتغل بالسوق قدام الكاميرا قال 8 وصاحبه قال ب 10 ايش بيع ب 10 جوا السوق ب 10 السوق لا ب 8 والله دام بيع هو غالي منه غالي اللجان الاقتصاديه تعتقله لانه يبيع غالي
ويقول لنا انه بثمانية. شوفوا هذا الغش العراقي. اي والله كله غش، هو العراق كله غش. ماكو لا راتب لا رعايه، ودينا مرمى. شوفه على الربع دينار على 500. الله شاهد والله يعزك ان شاء الله. ما تفضلون يمنا اليوم. الله يعزك والله. كفو سوي كم بنو. من يبيع غالي؟ شو له دخل خالد؟ شو له دخل غالي؟ شاي غالي يبيع شاي. شو يبيع؟ يبيع شاي غالي. بيع شايك. شاي 500 وروح ابوك رجال مع وقت. ترى بطل تصوير والله. 500 تبيع ليش؟ بيع 500 غالي. الله بربع. بيع. بيت بلد هذا السوق يختلف على الواحد. سوق واحد يختلف على الناس. حياكم الله، شكرا جزيلا. باقي من الوقت حجيتنا شلون تشمون؟ عبد الله يسلمك. كنت كذابين وكذب. من هم الكذابين؟ انت مهل الهايه. احنا كذابين؟ مالك دكتور فيد قالوا علينا كذابين. يلا حياكم الله. واجبنا واجبنا. والله هذا السوق كله غالي. الله يعين الناس. والله العالم تعبت. اليوم الدولار، اليوم الدولار 150. يعني العادي شلون تصير الاسعار؟ هي كلها تصعد. هسه الزاهي بطل بثلاثة وربع. شلون عايش الفقرة بهالوضع العاد؟ هاي شوف الفقرة؟ هي هي الفقرة. يعني إذا سمش بعشرة والطماطم 2000 والله قلت البارحة سمشب 9000 ما تسوى. يعني أخذت العيال كغدا بس. ومن غير خبز ومن غير كذا، هاي كغدا تقريبا 13000. زين ما عنده شلون؟ هسه انا عندي راتب يعني نعمه، بس اللي ما عنده العماله ما ادري شنو. طبعا انا تعال اسال السؤال، وانا ابن عمي سال السؤال انه قلت اغنيائنا يشعرون بفقرائنا؟ لا ماكو هذا الشيء. ليش هذا؟ يعني هاي مو قضيه اوصى بها الرسول والامام علي وكلها صحيح. هاي اوصى بها الرسول والامام علي قبل. هسه كحدث ماكو هذا. هذا حدث اتباعهم. اتباعهم بس ما نطبق. مدى نطبق شيء؟ أساني أساني أخوي أعطي مرة مرتين ثاني مرة ما أعطي. كودن الغني يفكر بالفقير. أنا هذا عندي أخوي أسوي ديك البيته حواسب تعبان إيده مقطومة. حد صار عنده ينشئ. رحنا للرعاية حد الآن درد نطلع راتب ما صارنا 6 أشهر سنة. الله يعين الناس والله. يعني في مشكلة. هي مشكلة قضية الشعور بالناس بس. نعم. بس شعور. نعم. حياك الله. قلب وشعور. شكرا جزيلا. ربي يبارك فيك. بارك فيكم. جزيلا شكرا. خلي نكمل. بروح أبوك هذا. شبيه حجينا. تعال عمنا الله يساعدك. أنا فيش المرة ما صوروني. منو؟ أولا عيشة موت. لا عيشة موت. هذا البصل ماكو نجيله. محمد. نجيله بس أنا 400. تبيع بفلوسه. ب 400 بيعه؟ بي كل حاصل ما بي، كل خبز ما بي. بيش الدولار صعد. شكر صعد. طحين ماكو. منين البصل؟ وروح ابوك من المزارع مالته. عنده دبل قمار 2، عنده حلال، عنده قيعان. ها شوف هذا بس فرش. يعني عندك. انا عنده 35 دونم الله شاهد. وعنده 7 سيارات. وطالع يشهد الله ويدور فيه. هاي النعمة دبل قمار 2 عنده. ابطل من الاعلام بعد. عنده 35 دونم. كذابين. الله. شو الحكايه؟ عندك حلال وعندك قيعان وعندك بيوت. واشرب هاي من اخيك عليه. من اخيك عليه. هذا منين جيبه؟ من الزرع مالك. شلون قلمه؟ هاي داعي. انت باطل. حرام عليك وعلي على حرام. باطل والله. باطل. شو العالم الميت من الجوع الحمار؟ احنا ميتين من الجوع مو العالم. انت ميت من الجوع. والله انا ميت من الجوع. كيف تستحين كنا ب 25 هسه تستحين ب 40000. هاي السوق كله يدور عنده 35 دولار. حلال عنده. تعاي. اغنى رجل. ايش عنده هذا؟ ايش عنده؟ ام 35 دونم. اغنى رجل بالسوق حي النصر. والله ما قالوا غني عليك. بس خل خدمك يا خالي. اول انا قلت مره حكيت على راتب الرعايه. الراتب مالك دعوه. انا قلت حياتي بالرعايه. شو بالرعايه؟ اعطيني مجال يا اخوي. اعطيني مجال يا اخوي. دواني راتب مال الرعايه قطعوه. شدوا يا من قطعتوه؟ قال والله قطعناه باسمك سياره ولا باسم سياره. 1000 سيارة بالشارع. 1000 سيارة. اي والله الله يعينكم. والانتخابات بالانتخابات كل شيء ما فزنا. كل شيء ما حنخل. النوب الدولار صعب. حنكتب اليوم عليك بالقناه اغنى رجل في سوق حي النصر. الف رحمه لك. اي كذا انا من هو غلط عليهم. يلا كملنا. بزياد. يلا كملنا وصلنا الختام. السلام عليكم عمي. عليكم فقره لكم اغنيه. فقره واغنيه من زمان مثل العهد الاول. هي هاي الحياه بها الفقير وبها الغني وبها الوسط صح وكلها مساويه. الناس بهاي المناطق البسيطه ما عندهم يعني فرحه، ما عندهم هاي المفاجآت بالحياه الحلوه، ما عندهم انتقاله نحو الافضل. عايشين هو اكيد. نعم عايشين يعني الزين ماشي اموره والمتوسط ويا الحياه ما تسوى كلها سوى.
شنو رسالتك يعني للمسؤول الجديد؟ شو تقول له؟ والله رسالة المسؤول الجديد أنه يهتم بالوضع الخدمي، الوضع المعيشي، تحسين الأوضاع الصحية مثلاً، جانب التعليم، خلينا نكون جانب التعليم والوضع الصحي هو أهم صح. من كل الأمور بالنسبة صح. للمجتمع، لأن صح. إحنا ما نظر لأنفسنا اللي عمره 50 واللي عمره 60 ما يخالف، يهتم بجوانب الحياة، ولكن الأهم هو بناء الجيل، الجيل الحديث. بالنسبة للتعليم، للتربية، الصحة، هذني من الأشياء المهمة. شيء أساسي، بناء المدارس شيء أساسي. نعم. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. شكرا جزيلا. حي. الله يسلمك. حياكم الله. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. سمعنا واحد شيء. ضحكنا ويا أهلنا وناسنا. تألمنا على ألمهم. سمعنا مناشداتهم. الإمام علي عليه السلام يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. أحد المسؤولين في مجلس النواب السابق قال هاي الجملة، قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. هو قالها النائب، هذا نفس النائب طلع عنده بيت بعمان وطلع عنده بيت بسويسرا، هذا نفس النائب اللي قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. هذا الكلام وأكثر في صباحه هنا يوميا كمان.